حبيب قلبي هلا والله حشيت لك ايش اخبارك؟ والله تبارك الحمد لله وحشتني برنس الله ايش الاخبار؟ طيبين؟ طيبين؟ ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ ايش الاخبار؟ علي ايش نسوي؟ صقينا مشاوير كل ويكند ليش؟ هذا وحدي شغل غيرك ركز ركز لا 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 انا مو لوحدي ترى وراي جيش مو بس جيش جيوش نازله باسمك حسابات كثيره انفتحت باسمك وراك شعب كامل ركز في ادائك انت وركز في الايفال ركز في انا شنو ركز في التوب 5 فاهم انا كنت مركز دخلت طلع بعدها تنمون ايه توب 5 على الوسط كيف العالم برا كل الناس متفاعله معاك ما توقعت ابدا انه بتاخذ الشعبيه هذه على الطيب ابغى منك شغله واحده اختار الاغنيه اللي انت تبرز فيها امكانياتك تحل حلو هذه ايوه انا اخترت حلو حل عن وجهي غني كويس الا غني كويس اختياراتك اختار شيء يبرز شفت الموال الحجاز اللي انت قلته في يا اخي وقف شعري بس اقول علي مو معقول علي يقول كذا قول خليجي قول شيء زي كذا قول شيء يبرز امكانياتك كثير ناس بتحبك ما في ولا احد يكرهك ولا احد انتقد علي كل الناس بتحب علي كل ما تجيني فرصه انا حنزل حكلم وحجيك خبر انه انا جاي بس انت اعطي كل ما عندك لا 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 ان شاء الله طول اليوم طول الاسبوع ادي حط في بالك بس هنا ادي كويس عشان برا يصير كويس عموما ما انا ما تعرف ايش الفكره ايش الفكره من التمر يا عمي انا باكل الشباب اوريهم تراثنا اي باكل الشباب فوق باكل الشباب فوق عشان كمان مناسبه رجعت وكذا اي طبعا المهم سلم يعني عليهم كثير سلم لي عليهم كثير ولو طلعت نمونه شوف هالتحديد قدام الناس لو طلعت نمونه انا باجي هنا وفكع وجهك لا لا ان شاء الله علي انا مو لوحدي علي انا مو لوحدي لا تخاف ان شاء الله في جيش كامل ورايا شوفك على خير حبيبي حبيبي سلام